السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الإدريبي، مدونة دروس أونلاين عالم الكمبيوتر والإنترنت. طبعا هنتكلم دلوقتي عن برنامج أو تطبيق الواتساب، وإزاي نشغله على الكمبيوتر. في طريقتين إنك تشغله مع الكمبيوتر. الطريقة الأولانية إن أنت أصلا لو مش معاك أو مش عندك برنامج الواتساب على الكمبيوتر أو على عفوا على الموبايل، تقدر تستخدمه عن طريق برنامج محاكي للاندرويد. يعني البرنامج ده بيخليك تمتلك اكنك معاك موبايل اندرويد بالظبط، ومن خلاله تقدر تفعل الواتساب على الكمبيوتر. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده في درس سابق قبل كده، رابط شرح هتلاقيه موجود على الفيديو او اسفل الفيديو او من داخل المدونة، تقدر تشاهد الشرح وتعرف ازاي تشغل واتساب على الكمبيوتر حتى لو انت ما معكش موبايل اندرويد، او حتى ما انتش عارف تشغل واتساب على الموبايل الحالي اللي موجود معاك. الحالة التانية او الطريقة التانية اللي احنا نشغله على الكمبيوتر، في حالة ان احنا اصلا عندنا الواتساب على الموبايل وعايزين نشغله على الكمبيوتر بدل بحيث ان هو يبقى عملية الكتابة سريعة فيه اسرع من الموبايل، ودي تعتبر الميزة الوحيدة في زي الخاصية التي اطلقها موقع الخاص بتطبيق الواتساب. بس هناك يعني في عيب كده صغير، ان انت مش هتقدر تشغل التطبيق ده او الخاصية دي اللي على متصفح جوجل كروم. ولكن في طريقة برضو هنقدر هنتكلم عنها في حلقة تانية، ازاي نشغل الواتساب على الكمبيوتر في حالة لو انت عندك موبايل، او في حالة اصلا لو انت عندك واتساب من خلال تطبيق صغير هنبقى نتكلم عليه في حلقة لوحده. ولكن دلوقتي هنخصص الدرس او هنخصص الشرح ده عن طريق تشغيل واتساب عن طريق متصفح جوجل كروم، في حالة ان انت اصلا عندك اكونت او عندك تطبيق الواتساب متسطب على موبايلك. طيب، بنفتح متصفح جوجل كروم او اي متصفح شبيه بمتصفح جوجل كروم او يعمل بنظام جوجل كروم. بنكتب في عنوان البحث ويب دوت واتساب دوت كوم، وبيفتح معانا النافذة زي دي. بعد كده بنفتح الموبايل بتاعنا وبندخل على تطبيق الواتساب، وبعد كده من الموبايل بنضغط على علامة النقطتين اللي فوق بعض او الثلاث نقط اللي فوق بعض، وبعد كده بنضغط على واتس ويب. بس قبل ما اضغط على واتس ويب باستخدام الموبايل بتاعي دلوقتي، عارفين علامة صح؟ عايزين نعرف اهميتها ايه علامة الصح دي. تسجيل الدخول زي الفيسبوك كده بالظبط، لما بتعلم علامة الصح على تسجيل الدخول تقدر ان انت كل مرة تفتح فيها الفيسبوك يسجل دخوله من تلقاء نفسه، فبحيث ان انت لو انت مش عايز تسجل تعمل تسجيل دخول بتشيل علامة الصح دي. يعني بحيث لو انت مثلا في اكتر من شخص عنده اكونت في نفس البيت فبتشيل علامة الصح، انما لو انت لوحدك على الكمبيوتر بتسيب علامة الصح. طيب بنيجي نفتح الواتساب، نضغط على واتساب ويب، بعد كده هتظهر لك نافذة بمعناها جوتيت او جو ناو او حاجة زي كده، عشان النافذة دي معلش بتظهر لي، انما عشان انت لاول مرة هيظهر لك النافذة زي دي. وبعد كده بيظهر لك الشاشة الكاميرا الامامية هتبدأ بتبقى ظاهرة عندك، وبتوجهها للمربع اللي احنا شفناه من شوية، وبيبدأ يحمل معاك زي ما انت شايف، بيبدأ يحمل معاك جميع الملف جميع الاشخاص اللي عندك على الواتساب على الموبايل. وكذلك ايضا تقدر تبعت لهم رسائل وصور وفيديوهات، تقدر تتكلم مع اي حد كأنك بتستخدم الموبايل على طول بدون اي مشاكل. نشرح مع بعض النافذة دي كلها بتتكلم عن ايه. عندك طبعا هنا بيبقى هنا صورتك اللي انت اصلا رافعها او الصورة الشخصية على الواتساب عندك، لو ضغطت عليها هتلاقي عندك صورتك تقدر تغيرها، بس تقريبا مش هتعرف تغيرها الا من لا ممكن تتغير، بس هقول كمان شوية تتغير ازاي. وبعد كده الحالة بتاعتك تمام، وعندك هنا لو ضغطنا هنا يعرض لك كل الناس اللي بيستخدم واتساب على موبايلك، وهنا العلامة دي هنا الملف الشخصي والحالة عشان لو عايز تظبط صورتك الشخصية، عايز تعمل تكتب حالة معينة سواء مشغول بيزي بطارية تفصل ما إلى ذلك، عندك هنا تظبط الإشعارات، في عندك مساعدة وتسجيل خروج علشان لو أنت كنت مسجل تسجيل معلم على علامة الصح تقدر تعمل تسجيل الخروج أكنها زيها بالظبط تمام. في حاجة عايز أقول عليها كمان قبل ما أنسى، وهي ان العيب الوحيد للموقع ده ان انت لازم يكون اصلا النت عندك شغال على الموبايل. يعني لو النت عندك مش شغال على الموبايل مش هتعرف تفتح الموقع، لذلك هو ملوش اي اهمية. انا شايف ان هو بيستخدم بس في حالة واحدة او له ميزة واحدة، ان انت بس تقدر تتواصل مع اصحابك بسرعة، تكتب بسرعة معاهم، تتفاعل معاهم بشكل اسرع. وكمان تقدر عندك هنا لو ضغطت هنا تشغيل الاشعارات على سطح المكتب، لو ضغطت عليها تقدر يجي لك اشعار لو حد مثلا بعت لك رسالة وانت فاتح الفيسبوك او اي او بتتفرج على فيلم مثلا، او يعني بعيد عن المتصفح خالص يجي لك اشعار ان في فلان فلان بعت لك رسالة، فدي ميزة كويسة جدا.
تمام. لو احنا مثلا عايزين نكلم اي شخص عندي، مثلا شخص زي ده عايز اكلمه، بضغط عليه ضغطة واحدة بتفتح لي كل المحادثة اللي دارت بيني وبينه على الموبايل، بالاضافة ان هنا عندي 3 نقط فوق بعض، لو ضغطنا عليهم هنقدر نعمل نطلع على المعلومات جهة الاتصال. وكمان علامة دي لو انا عايز اشير صورة او اشير فيديو. ولو جينا نشوف تحت هنا بالاسفل خالص، انا اقدر ابعت رسالة بالصوت، وهنا بجنب الموشنز اللي هي الموجودة عندك تقدر تستخدمها برضو عادي، وتضغط هنا لإخفاء هذه الموشنات. ولو انت عايز تكتب اي حاجة بتكتب بالكيبورد عادي، هاي تكتب اي لغة، هاي ازيك عامل ايه، تمام. فكنت تقدر تكتب انت اللي انت عايزه بدون اي مشاكل، عملية بسيطة وسهلة. وكده نكون انتهينا من درس النهاردة. تنشوف تشاهد الحلقة السابقة بتاعت برنامج بلوستوك اللي تقدر تستخدم بيه الواتساب حتى لو معكش البرنامج، حتى لو معكش تطبيق الواتساب على الكمبيوتر. وكمان انتظر حلقتنا الجاية. لو انت بتحب تستخدم جوجل كروم هقدر اقول لك على طريقة احسن وافضل من انك تستخدم اي متصفح خالص. تابعونا وان شاء الله الدروس تعجبكم. شكرا، السلام عليكم. ولو حابب تتواصل بالدروس القادمة على مدونة الدروس أونلاين، يمكنك متابعتنا على الفيسبوك www.facebook.com/drusonline، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين والإعجاب بصفحتنا. والأهم من ذلك هو تفعيل خاصية الحصول على الإشعارات حتى يصلكم إشعارات بالمنشورات اللي احنا بننزلها يوميا على الصفحة. وكذلك يمكنك متابعتنا على تويتر www.twitter.com/drusonline، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين. وبالأخير لو كان عجبك الفيديو النهاردة ما تنساش تضغط على لايك، وكذلك الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كان عندك تعليق تقدر تسيب لنا تعليق بالأسفل، وإن شاء الله هنرد عليك في أقرب وقت ممكن. شكرا.